إلى ذلك تشارك شركة وفا تيليكوم كراع رسمي لأول مرة قبل إطلاقها في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هاي تك، حيث نظمت الشركة ضمن جناحها أول اختبار لتقنية الجيل الخامس 5G، والتي تعد واحدة من أحدث تقنيات الاتصالات العالمية، كونها تمثل حقبة جديدة من تحسين أداء شبكة الاتصالات وزيادة سرعتها وتقليل زمن الاستجابة. عانينا من صعوبات كثيره، بتعرفوا يعني الظروف اللي بتمر فيها البلد وتردد العارضين اللي متعامل معهم والموردين، بس بنوعدكم قريبا جدا ممكن يصير الاطلاق التجاري. هلا حاليا نحن عم نجرب شبكه ال 5G الجيل الخامس كتجريب فقط، والحمد لله يعني خلال يومين قدرنا نشغل الشبكه ونعمل عليها مجموعه من التطبيقات. نحن بدأنا بشبكة الـ 4G مباشرة، يعني ما عندنا خدمات 2G و 3G، فنحن عم نركز مباشرة 4G، وبالمستقبل رح يكون في عندنا الـ 5G، ومع الإطلاق رح يكون في إطلاق كمان لمجموعة من المحطات الـ 5G. أول شيء زائد مثل ما حكيت كمان في عندنا خدمات رقمية، يعني نحن رح نزود لشركاء، رح يكون عندنا مجموعة من الشركاء يقدروا يتعاملوا معنا ونعطيهم منصة بسموها بلاتفورم از ا سيرفيس، لخدمه ليقدموا خدماتهم للمشتركين عن طريقنا. هي تعرف باسم البي تو بي تو سي، بي تو بي تو سي، يعني بزنس تو بزنس تو كونسيومر، يعني بصير بتكون يلي بيحكوا عنها. يعني وصلنا للحظات الاخيره تقريبا، نحن ما فينا لانه في انظمه مختلفه، فحسب في يعني في كثير انظمه عم نتعامل معها، تقريبا وصلنا للمراحل الاخيره بالتعاقد، ما فيني اعطي وقت محدد تماما. اليوم عم يكون لاول مره بسوريا وبشكل حصري لشركه وفا تيليكوم عم يصير تجربه لتقنيه الجيل الخامس الـ 5G. طبعا الافتتاح كان بحضور الوزير، عملنا افتتاح بسبيد تيست لتقنيه الـ 5G، وهون عم نشوف السرعات اللي قدرنا نوصل لها. بالاكيد في كمان عندنا مجموعه من النشاطات مثل في او دي جيمنج اللي كلها لنقدر نعيش تجربه الـ 5G بشكل حقيقي على ارض الواقع هون بارض المعرض بهايتك.